زين كلمة التشيع منين تأتي؟ يقولون التشيع تأتي من المتابعة، من المتابعة. شيعة علي أتباعه، لازم تتابعه بكل جزئية، وكلما تابعته أكثر اتصفت بالتشيع أكثر. أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده عبارة يقول أنا ألا أنه لكل مأموم إمام. يعني أنتم الشيعة أنا إمامكم، وحتى تكونون شيعة لازم تتابعوني من الألف إلى الياء. والله أتخطى الرواية، أبو ذر رضوان الله عليه يقول في اليوم أمشي ويا علي وسلمان ثلاثة ويمشون على الرمال، يقول لما ألتفت أشوف آثار مال اثنين، سلمان ما له آثار، آثاري هاي وهاي آثار علي. يا جماعة سلمان ما له آثار. يقول راقبت دققت شفت سلمان يمشي خلف علي بن أبي طالب، وين مال الإمام يخلي قدمه؟ هو يخلي قدمه، يتبع الأثر، متابعة حرفية. لذلك صار سلمان منا أهل البيت. لذلك الإمام يقول ألا إنه لكل مأموم إمام، ولكن لا تقدرون على ذلك. يعني مال أنتم تتابعوني في كل شيء ما تقدرون. زين سيدي شلون؟ قال أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. يعني جنابك إذا تريد تكون شيعي معترف بتشيعك عليك بالنقاط الأربعة.